الشافعي يقولون جاء رجل قال له ودي اشوف الرسول في المنام عليه الصلاه والسلام فقال له الشافعي ابعطيك امر تسويه وبعدين ببلغك ماذا تصنع حتى ترى النبي في المنام قال وشو قال تقلل من شرب المويه لا تشرب الماء وحدد له مده واذا جلست او اردت تشرب الماء حط في المويه ملح وبعد كذا يوم تجيني فالرجل نشف ريقه والملح زاد زاد على ما يقول حاجه الى الماء اكثر فلما جاء الرجل بعد المده التي حددت له قال له الشافعي ماذا فعلت؟ قال سويت اللي قلت لي, لي قال وش كنت تشوف في المنام؟ قال كل ما نمت اشوف انهار ومويه زينه ومويه عذبه قال ليش؟ قال اني عطشان وبحاجه الماء قال لو كان شوقك للنبي عليه الصلاه والسلام كشوقك للماء لرايته في المنام.